السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ اليوم المحاضرة العاشرة. كنا في محاضرة الأمس قد توقفنا عند تأسيس شركة المساهمة وتحدثنا عن إجراءات التأسيس، وإلى أن وصلنا الحديث عن الجمعية التأسيسية للشركة، ومن ثم أوضحنا ما هي السلطات وصلاحيات الجمعية التأسيسية، ثم تحدثنا بعد ذلك عن رفع طلب إلى وزارة التجارة والاستثمار بغرض الحصول على إذن بغرض إعلان تأسيس الشركة، والطلب يتضمن كل الإجراءات التي رتمنا القيام بها. بعد الحصول على أو بعد إعلان تأسيس الشركة من قبل الوزارة تجي المرحلة الثانية، هي شهر الشركة، والشهر يتم عن طريق نشر عقد التأسيس ونظام الشركة في الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم تبدأ الشركة في مزاولة عملها كما هو متبع. هذه هي عدد من البيانات التي يتضمنها الطلب الذي يرفع إلى وزارة التجارة في مرحلته الأخيرة لإعلان تأسيس الشركة، وهي بيانات روتينية عادة ما تكون موجودة في أي طلب، لا نحتاج لحفظها أو الوقوف عندها كثير. نريد أن نتحدث في هذه الجزئية عن إدارة شركة المساهمة. إدارة شركة المساهمة بتتكون من مجلس الإدارة والجمعية العامة والرقابة على شركة المساهمة. ومجلس الإدارة في شركة المساهمة يمثل السلطة التنفيذية للشركة، لأنه هو يمثل الجهة التي تقوم بتنفيذ أو تحقيق القرض من أجل تم تأسيس الشركة، فلذلك نسميه بالسلطة التنفيذية. فابتداء نريد أن نتحدث عن المجلس. هذا يتم اختيار بواسطة الجمعية العامة للمساهمين، ونحن ذكرنا أن في الجمعية التأسيسية يتم اختيار أول مجلس إدارة لشركة المساهمة، وعمر ذلك المجلس لا يزيد عن 5 سنوات. أما المجالس التالية لشركة المساهمة فيتم اختيارها بواسطة الجمعية العامة للشركة، وعمرها لا يتجاوز 3 سنوات، أو مدة دورتها لا تتجاوز 3 سنوات. النظام وضح أن أقل عدد لأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 11، ويحق لكل مساهم أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، وحقية الدخول في العضوية بتتحدد وفقا للقوة المالية بالنسبة لهؤلاء المساهمين. نظام الشركة بيوضح كيفية انتهاء عضوية المجلس وإمكانية عزل عضو المجلس أيضا. أما فيما يتعلق بالتزامات أعضاء مجلس الإدارة، لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. بنقول انه 5 سنوات اول مجلس ادارة يتم تأسيسه بواسطة الجمعية التأسيسية، عمره او مدة دورته لا تزيد عن 5 سنوات. اما المجالس التالية التي يتم تأسيسها بعد اكتمال الشركة بواسطة الجمعية العامة العادية، فهذه لا تتجاوز 3 سنوات. الالتزام الأول أن لا تكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. يعني مثلا الشركة تريد أن تنشئ مباني خاصة بها، لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يقوم مثلا بترسية المناقصة هذه على شركة من الشركات التي يكون لديه مصلحة فيها، هذه مصلحة مباشرة.
الالتزام الثاني، لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، بمعنى أنه مثلا الشركة كانت اللي هو عضو مجلس إدارة تعمل في مجال النقل، فهو يقوم يعمل بزنس خاص متعلق بالنقل أيضا، هذه تعتبر منافسة لعمل الشركة، وهذا لا يجوز في هذه الحالة إلا إذا كان هنالك ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة يجدد سنويا. ثلاثة، لا يجوز للشركة أن تقدم قرض أو أن تضمن أي قرض يعقده عضو مجلس الإدارة فيها، وهذا جماعة بيؤثر على المركز المالي للشركة، لأنه إذا كان عدد مثل أعضاء مجلس الإدارة مثلا 11 كل واحد بيتحصل على قرض أو الشركة بتقدم له ضمان للحصول على قرض، هذا يؤثر على المركز المالي للشركة. أيضا لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا أسرار الشركة في غير الاجتماعات، يعني أصلا أنت عضو مجلس إدارة بتتحصل على معلومات متعلقة بالشركة بحكم موقعك في عضوية مجلس الإدارة، فلذلك يتعين عليك أن لا تقوم بإفشاء هذه الأسرار، لأن هنالك قناة رسمية في الشركة هي التي تقوم بإخراج هذه المعلومات. مجلس الإدارة لديه اختصاصات، واختصاصات مجلس الإدارة نقول أنها أن المجلس لديه أوسع السلطات في سبيل تحقيق أغراض الشركة، وهذه السلطات بنأخذها في ظل نظام الشركة الأساس، يعني سلطات هذه يجب أن لا تتعارض مع نظام الشركة الأساس وحدود صلاحياته، في حدود الصلاحيات وحدود وهذه السلطات يستطيع مجلس الإدارة أن يقوم بكل الأنشطة التي تساهم في تحقيق غرض الشركة. هنالك بعض الأعمال يجوز لمجلس الإدارة أن يباشرها أو يقوم بها ما لم يكن هنالك قرار من الجمعية العامة العادية يقيد هذه الصلاحيات، مثلا مجلس الإدارة من حقه عقد القروض أيا كانت مدتها سواء كانت 3 سنوات أو 4 سنوات، لكن لو في قرار من الجمعية العامة يغيد هذا الحق يتوقف مجلس الإدارة عن ذلك. أيضا من حقه بيع أصول الشركة ورهنها، من حقه بيع محل الشركة التجاري أو رهنه، من حقه إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان هنالك نص في من الجمعية العامة العادية للشركة يقيد حق الشركة حق مجلس الإدارة في هذه الإجراءات. يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافأة اللي هي نظير عملهم، لا تسمى رواتب. المكافأة هذه قد تكون مبلغا معينا أو قد تكون بدل حضور عن الجلسات، لأنه كمان قلنا أنه بيعقد اجتماعات دورية، ممكن كل جلسة من هذه الاجتماعات تكون عندها مقابل محدد، أو قد تكون مزايا عينية، وقد يجوز الجمع بين أي من هذه الثلاث، يعني المبلغ المعين وبدل حضور الجلسات والمزايا العينية يمكن أن نجمع بين أي اثنين منها في هذا المقام. أو النظام قال قد تكون مكافأة مجلس الإدارة هي نسبة من صافي الأرباح، وإذا كانت نسبة من صافي الأرباح يجب أن لا تتجاوز 10% من الأرباح الصافية. 10% هذه توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة سواء كانوا 11 أو أقل من 11. والنظام في نهاية الأمر قال في كل الأحوال لا يجوز أن لا 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 يجب أن لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافأة ومزايا عينية مبلغ 500,000 ريال سنويا. إذن الخيارات أصبحت كالآتي: أنه يجوز أن يتحصل على مكافأة إما أن تكون مبلغ معين أو بدل حضور جلسات أو مزايا عينية أو الجمع بين أي اثنين منها، أو قد يتحصل جميع أعضاء مجلس الإدارة على نسبة من صافي الأرباح يجب أن لا تزيد عن 10%، لكن في كل الأحوال إذا كانت نسبة أو كانت مزايا فيجب أن لا تزيد عن 500,000 ريال في العام بالنسبة للعضو الواحد. مسؤولية الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ودعوى المسؤولية. أعضاء مجلس الإدارة طالما أنهم يزاولون أعمالهم في حدود السلطات الممنوحة لهم من الجمعية العامة للشركة بموجب النظام، ولا يتعارض ولا تتعارض هذه السلطات مع نظام الشركة وحدود الأنظمة وصلاحياتهم، ففي هذه الحالة لا مسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة.
إلا أن أي حياد عن أغراض الشركة أو تجاوز لحدود السلطات وصلاحيات مجلس الإدارة، أي تصرف من أعضاء المجلس إذا سبب ضرر للشركة أو للمساهمين أو الغير، في هذه الحالة يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون أمام الشركة وأمام الغير وأمام المساهمين عن الأضرار التي لحقت بهم في أي مرحلة من المراحل. ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة بتكون بالتضامن، وحتى إذا قرر الجمعية العامة العادية إبراء ذمة الشركاء، في هذه الحالة لا يجوز أن يتم الإبراء في هذا الحال. النظام حدد دعوى المسؤولية، اللي هو قال لا تسمع دعوى المسؤولية بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار. ويوم ذاك كان في سؤال في المنتدى حول هذه الجزئية، يعني مثلا إذا كان عضو مجلس الإدارة ارتكب فعل سبب ضرر في الشركة أو للمساهمين، إذا انقضت 3 سنوات على اكتشاف الفعل الضار، يعني اكتشفنا الفعل الضار في 1/1/1440 إلى 1/1/1443، في بعد 1/1/1443 لا يجوز أن ترفع الدعوة، لأنه انقضت 3 سنوات بعد تاريخ اكتشاف الفعل الضار، إلا إذا أثبت هذا المدعي أن هنالك حالتي غش أو تزوير قد وقعت، هذه في هذه الحالة تسمع الدعوة. النظام حدد أنه في كل الأحوال لا يجوز أن يتم سماع الدعوة بعد مرور 5 سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار، يعني مثلا السنة المالية اللي وقع فيها الفعل الضار كانت 1440. 1445 مضت 5 سنوات، بعد 1445 لا يجوز أن نسمع دعوة لأنه مضت 5 سنوات من تاريخ السنة المالية التي تم اكتشاف الفعل الضار فيها. أيضا الشركة عندها الحق أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة، يعني إذا كان أعضاء مجلس الإدارة سببوا ضرر للشركة من حقها أنها تقاضي أعضاء مجلس الإدارة. أيضا أي مساهم تضرر من أفعال مجلس الإدارة من حقه أن يقاضيهم، وأي متعامل مع الشركة أو عميل للشركة أو زبون للشركة تعرض لضرر بسبب أعمال مجلس الإدارة من حقه أن يرفع دعوة في مواجهة أعضاء مجلس الإدارة في ظل النظام. الجسم الثاني من أجسام إدارة شركة المساهم هي جمعيات المساهمين، وجمعيات المساهمين في شركة المساهمة هي 3: جمعية تأسيسية، وهذه تحدثنا عنها عندما تحدثنا عن إجراءات تأسيس شركة المساهمة، والجمعية العامة العادية، والجمعية العامة الغير عادية. في أحكام عامة بالنسبة لهذه الجمعيات الثلاث. أول هذه الأحكام العامة إنه عادة الجمعية العامة للشركة، والجمعية العامة للشركة يا جماعة أساسا بتضم كل المساهمين في الشركة، وهي تمثل أعلى سلطة في الشركة، لأنها هي التي تختار مجلس الإدارة وتعزله، وهي التي تختار لجنة المراجعة وتعزلها، وهي التي تختار مراجع الحسابات وتعزله. يرأس هذه الجمعية إما رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائبه أو أي عضو يتم انتدابه في حال غياب الرئيس والنائب. نعم. تحدث عنها في بداية المحاضرة. يجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها. الحق حضور اجتماعات الجمعية العامة، الأول حضور اجتماعات الجمعية العامة حق لأي مساهم في الشركة قلت نسبة أسهمه أو ارتفعت، يعني حتى وإن كان يملك سهما واحد من حقه أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة ويشارك في مداولاتها ويشارك في تصويتها. الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة توزع مباشرة للأفراد وتعلن ويتم الإعلان عنها في صحيفة رسمية تصدر في موطن الشركة، ويحدد فيها مكان وزمان وساعة انعقاد الاجتماع، يعني باليوم والشهر والساعة، وأيضا يرفق معها جدول أعمال الشركة، يعني الموضوعات التي سوف يتم مناقشتها في الاجتماع. نظام الشركة عادة بيوضح كيفية النسبة النصاب بالنسبة للحضور،
وأيضا بيوضح كيفية التصويت و النسب المطلوبة للتصويت في الاجتماعات المختلفة. الجمعيات مختلفة، عندنا جمعية عامة عادية وعندنا جمعية عامة غير عادية. الجمعية العامة الغير عادية الجمعية العامة العادية ابتداء خلونا نصحح هذه الجزئية. الجمعية العامة العادية هذه تنعقد مرة، وهذا العنوان كلمة غير موجودة يا جماعة. الجمعية العامة العادية فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة الغير، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على الأقل في السنة. يعني مثلا السنة المالية للشركة انتهت في 30/12، بعد 30/12 يجب أن تنعقد جمعية عامة عادية بالنسبة للشركة، فترة سماح انعقادها إلى 6 أشهر، وتختص بكل الإجراءات المتعلقة بعمل الشركة. يعني تختص باجتماع باختيار مجلس الإدارة والتجديد لمجلس الإدارة، تختص باختيار لجنة المراجعة، تختص باختيار مراجع الحسابات. إذا تختص الجمعية العامة غير العادية باختيار مجلس الإدارة، وتختص باختيار لجنة المراجعة، كما تختص باختيار مراجع الحسابات. الجمعية العامة العادية النصاب المطلوب لانعقادها يجب حضور 50% من حملة رأس مال الشركة، وإذا ما اكتمل هذا النصاب العادية تنعقد مرة واحدة في السنة على الأقل، وإذا ما اكتمل هذا النصاب في الاجتماع الأول تتم دعوة لاجتماع ثاني يعقد بعد 15 يوم أو ساعة حسب الاتفاق، ويعقد بأي نسبة من حملة رأس المال. عندما نصل إلى مرحلة مناقشة القرارات والتصويت يتم التصويت بنسبة 50% من حملة رأس المال الموجودين في الاجتماع. النوع الآخر الجمعية العامة الغير عادية، والجمعية العامة الغير عادية هذه تسمى جمعية استثنائية أو تسمى جمعية طارئة، وهذه لا تنعقد إلا في حالة الضرورة. يعني إذا احتاجت لها الشركة خلال فترة عملها انعقدت، وإن لم تحتاجها لا يكون هنالك أي انعقاد بالنسبة لهذه الجمعية. لا هنا ما في لخبط، خلونا من هذا الحديث ونرتب هذه الجزئيات كالآتي. هنالك جمعيتين الآن أمامنا، ثلاث جمعيات، جمعية تأسيسية وجمعية عامة عادية وجمعية عامة غير عادية. الجمعية العامة العادية أوضحنا على أنها تنعقد مرة في العام، والجمعية وهذه تحتاج إلى 50% من رأس المال، وإذا ما استوفى في الاجتماع الأول بيرفع الاجتماع ويعقد اجتماع ثاني بعد 15 يوم أو ساعة، ويكون الاجتماع نظامي بأي عدد من رأس المال يحضر، وتتخذ القرارات فيها بالأغلبية. الجمعية العامة الغير عادية هذه تنعقد بالضرورة فقط، يعني قد تحتاج الشركة لإنعقادها وقد لا تحتاج لإنعقادها، لكن إنعقاد هذا لا يتم إلا بحضور 50% من رأس المال، في الاجتماع الأول. إذا ما توفرت هذه النسبة ندعو لاجتماع آخر ويجب حضور 25% من رأس المال. إذا ما توافر هذه النسبة يرفع الاجتماع ويدعى لاجتماع ثالث يكون صحيح بأي نسبة من رأس المال. أهم جزئية في هذه الجمعية العامة الغير عادية أنها تختص بتعديل نظام الشركة. يعني الفرق بين الجمعيتين هنا، الجمعية العادية تختص بتعيين مجلس الإدارة، تعيين لجنة المراجعة، تعيين مراقب الحسابات ومراجعة الحسابات وعزلهم. أما الجمعية العامة الغير عادية في اختصاصها الأساسي هو تعديل نظام الشركة،
والتعديل في ضوابط بالنسبة لديه تفصيلية كثيرة لا نريد أن نخوض فيها في هذه الجزئية، إنه نقولها بصورة إجمالية، أي تعديل يزيد الأعباء على المساهمين غير مقبول، وأي تعديل يؤدي إلى نقل أي تعديل يؤدي إلى نقل مقر مجلس الإدارة من خارج إلى مقر الشركة من خارج إلى خارج المملكة غير مقبول، وأي تعديل يؤدي إلى تعديل جنسية تغيير جنسية الشركة أيضا غير مقبول. تعديل من نظام الشركة نفسه، يعني أهم جزئية في الجمعية العامة الغير عادية أنها تعدل نظام الشركة، تعمل على تعديل نظام الشركة. قرارات الجمعية العامة غير العادية تصدر بثلاثة الأرباع، العامة الغير عادية تصدر بثلثي الأعضاء في بعض الموضوعات وتصدر بنسبة 3-4 في موضوعات أخرى. الجمعية العامة الغير عادية بيتم دعوتها من قبل مجلس الإدارة فقط، أما الجمعية العامة العادية فدعوتها إما أن تتم من مجلس الإدارة أو من لجنة المراجعة أو من مراجع الحسابات، بثلاث جهات تتبع من حقها أن تقوم بدعوة الجمعية العامة العادية، وأيضا أي عدد من المساهمين تكون نسبة محددة من رأس المال من حقهم دعوة الجمعية العامة العادية. شركة المساهمة أيضا عندها لجنة مراجعة أو عندها مراجع حسابات، ودين بيمثلون جزء من إدارة شركة المساهمة. مراجع الحسابات بيتم تعيينه بواسطة الجمعية العامة للمساهمين دون أن يكون هنالك تدخل من أعضاء مجلس الإدارة، ومراجع الحسابات في تعيينه هنالك عدد من الشروط. أول شرط يجب أن يكون من المراجعين المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتعيينه بتم واسطة الجمعية العامة العادية وهي التي تحدد فترة تعيينه وهي التي تحدد مدة مكافأته المالية وهي التي تقرر عزله أو إعادة تعيينه. يشترط في تعيين مراجع الحسابات أن لا يعمل إلى لأكثر من 5 سنوات متصلة، والغرض من ذلك أن عضوية مجلس الإدارة بتكون 3 سنوات، وإذا تم تجديدها بتصبح 3 سنوات أخرى، فدي هذه بتصبح 6 سنوات، فالغرض من ذلك المنع من أن يعمل مراجع الحسابات ومجلس الإدارة لفترة تزيد عن 5 سنوات خشية من أن تنشئ كثير من العلاقات التي تؤثر على طبيعة العمل المستقل الذي يؤديه مراجع الحسابات. إذن مراجع الحسابات يتم تعيينه بواسطة الجمعية العامة العادية، وأيضا بتحدد مدة عمله ومواصفاته، وفي تعيينه بيشترط أن لا يكون أن يكون من المراجعين المعتمدين في المعتمدين للعمل في المملكة العربية السعودية، ويجب أن لا يكون واحد من المؤسسين الشركة، ولا يكون واحد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو يكون قام بأي عمل فني أو إداري في الشركة، وأن لا تكون لديه علاقة مباشرة أو غير مباشرة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أعضاء مجلس الإدارة، أو حتى ما تكون عنده أي قرابة من الدرجة الرابعة حتى من الدرجة الرابعة مع أعضاء مجلس الإدارة. الغرض من كل هذه التحفظات أن يكون مراجع الحسابات مستقلا عن أعضاء مجلس الإدارة حتى يتسنى له القيام بعملية المراجعة بكل شفافية وحياد دون أن يكون هنالك تأثير.
ما هي سلطات مراقب الحسابات أو مراجع الحسابات؟ هي اسم واحد. سلطات الاطلاع على دفاتر وسجلات الشركة في أي وقت، من حقه أن يطلع على سجلات ودفاتر الشركة من أجل القيام بعمل، وأيضا طلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بعمل الشركة من أجل أن يباشر عمله. ويجب على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يمكنه من أداء عمله. واجباته: يقدم تقرير سنوي للجمعية العامة العادية يوضح فيه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على المعلومات بصورة دورية، يعني يوضح أنه هل مجلس إدارة الشركة سمح له من أن يطلع على كل الدفاتر والسجلات ويتحصل على المعلومات التي طلبها أم لا، لأنه هذه بتدي مؤشر إلى مدى سلامة عمل مجلس الإدارة ومدى تمكنه من أن يؤدي عمله بطريقة سليمة. أيضا بيقدم تقرير يوضح فيه المخالفات التي تكشفت له من جراء عمله. ولا يجوز لمراقب الحسابات أو مراجع الحسابات أن يفشي أسرار الشركة، لأنه هو اطلع على هذه الأسرار بحكم وظيفته، فلذلك لا يحق له أن يعلنها للغير. ومراقب الحسابات ومراجع الحسابات في أداء عمله إذا سبب أي نوع من الأضرار للشركة أو للغير أو المساهمين وثبت ذلك من خلال التحقيق الذي يعقد، في هذه الحالة يطالب بتعويض الأضرار التي وقعت منه، يكون مسؤولا عن الأضرار التي لحقت بالغير. قبل التفتيش عندنا لجنة المراجعة. مثلا أي مثال لأشياء لما يتم ذكرها، أنا الشرائح المضت لخصت المطلوبات الموضوعات التفصيلية المطلوبة فيها أساسا في حديثي. لجنة المراجعة هذه تعتبر جزء من الرقابة الداخلية للشركة، وبيتم اختيارها من الجمعية العامة العادية في الشركة، ويجب أن لا يكون أحد في لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة، ويجب أن لا يساهم أعضاء مجلس الإدارة في اختيار لجنة المراجعة. هذه الجزئية الأولى. وعدد أعضاء مجلس الإدارة يجب أن لا يقل عن 3 أعضاء. عدد أعضاء لجنة المراجعة يجب أن لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 5. وقرار تشكيل لجنة المراجعة بيتم فيه تحديد مهام وضوابط عملها ومكافآتها المالية. تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، لأنه يا جماعة إذا كان مراجع الحسابات مختص بمراجعة الأعمال الحساب المحاسبية في الشركة، لجنة المراجعة لا، حتى الآن إحنا ما تحدثنا عن السندات، ما تحدثنا عن الصكوك أدوات الدين والصكوك التمويلية. فلجنة المراجعة إنها تختص بالمراقبة على أعمال الشركة، وفي سبيل القيام بذلك من حقها أن تطلع على سجلات الشركة وثائقها، ومن حقها أن تطلب أي إيضاح من أعضاء مجلس الإدارة أو السلطة التنفيذية للشركة، وأيضا من حقها أن تدعو الجمعية العامة للإنعقاد إذا رأت أن أعمال مجلس الإدارة تعوق عملها أو نشاطها. إذن هذا هو الجسم الثاني، لجنة المراجعة. الشركة أحيانا قد تتعرض لعملية رغابة خارجية، والرغابة الخارجية هذه بتتم تحت مسمى تفتيش الشركة. والتفتيش بتدخل فيه الشركة في بعض الأحيان عندما تحدث كثير من الخلافات والنزاعات بين أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة، ولا تتم التسوية داخل الشركة. لذلك النظام أعطى لعدد من المساهمين يمتلكون على الأقل 5% من رأس مال الشركة من حقهم أن يطلبوا من الجهة القضائية المختصة أن تقوم بتفتيش الشركة. إذا كانت الشركة
تابعة إلى هيئة السوق المالية، بمعنى أنها مدرجة، أو إذا كانت الشركة تابعة إلى وزارة التجارة والاستثمار باعتبار أنها شركة مساهمة مطلقة. التفتيش يتم اللجوء إليه إذا اتضح لهؤلاء المساهمون أن هنالك بعض الأعمال التي يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة تدعو إلى عدم الثقة والاطمئنان في أن أمور الشركة تسير كما هو مطلوب. يقدم الطلب إلى الجهة القضائية، بتفحص الجهة القضائية هذا الطلب وبتنظر في الأدلة والمستندات المرفقة التي تثبت صحة هذه الدعوة، لأن المساهمون الذين يتقدمون هذا الطلب بيتم سماع إفاداتهم ومقارنة مع ما هو موجود مستندات، ومن ثم بكل الجهة المختصة بتقييم الأمر، هل يحتاج الأمر أن تتدخل سلطات بتفتيش عمل الشركة؟ إذا رأت الجهة المختصة أن التفتيش واجب بيتم تشكيل تيم لتفتيش عمل الشركة، والتيم عندما يدخل لتفتيش عمل الشركة يكون عنده كافة الصلاحيات المتعلقة بالاطلاع على كل الوثائق والمستندات ومقابلة كل الموظفين والمسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة للتأكد من أن هنالك أعمال يقوم بها مجلس الإدارة تعيق نشاط الشركة. فإذا اتضح لها أن هذا الإجراء سليم فبتأمر بما تراه مناسبا، والأمر قد يكون تعديل مجلس الإدارة وقد يكون بحل الشركة ومن ثم دخولها في مرحلة تصفية. وتفتيش الشركة بيعتبر نوع من أنواع الرقابة الخارجية، ويعتبر رقابة مؤثرة في الوضع المالي بالنسبة للشركة، لأن التفتيش بيؤدي إلى إلصاق وضع مالي أو اقتصادي بالشركة غير مستقر، والأعمال التجارية جميعها إن لم يكن فيها استقرار لا يمكن أن تتحقق أي نوع من أنواع النتائج. هذه لجنة المراجعة تحدثت عنها، اختصاصات لجنة المراجعة أيضا. نريد أن ننتقل بالحديث عن الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة. شركة المساهمة في سبيل تحقيق أغراضها بتصدر عدد من الصكوك المالية. هذه الصكوك المالية تساعد الشركة في تسيير أنشطتها المتعلقة. ومثل هذه من هذه الصكوك وأدوات الدين والصكوك التمويلية، يعني ثلاث أسهم، أدوات دين، وصكوك تمويلية. نتحدث ابتداء عن الأسهم. يعرف السهم على أنه صك يمثل حصة في رأس مال شركة المساهمة أو شركة الأموال. إذن السهم تعريفه على أنه صك يمثل حصة في رأس مال شركة المساهمة أو شركات الأموال عامة. يقابل هذا السهم حصة الشريك في شركات الأشخاص، يعني مال الشريك في شركة الأشخاص بنسميه حصة، ومال المساهم في شركة المساهمة نسميه سهم. للأسهم خصائص. أول خاصية للأسهم أنها متساوية، أن السهم أن تكون أسهم شركة المساهمة اسمية وغير قابلة للتجزئة. هذه الخاصية الأولى، أن السهم غير قابل للتجزئة. غير قابل للتجزئة بمعنى أنه ما في نصف سهم أو ربع سهم أو ثلث سهم، السهم يكون واحد صحيح. مثلا إذا شخص كان لديه مثلا سهم في شركة وأراد أن مثلا إذا توفي وكان عنده 2 من الأبناء ورث لهذا السهم، لا يحق لأي منهم أن يتقدم للشركة لكي تسجل نصف السهم باسمه والنصف الآخر باسم أخيه الآخر. لا، الشركة هنا بتقول أن هنالك سهم واحد، يتعين على هؤلاء الأبناء أن ينتدبوا أحدهم لإدارة هذا السهم، ومن ثم يتحصل على الأرباح في نهاية العام ويتم توزيعها بين الأخوة، لكن لا يسجل نصف سهم أو ربع سهم. هذه الجزئية الأولى من خصائص الأسهم. ثانيا، الأسهم متساوية القيمة. متساوية القيمة بمعنى أن الأسهم في الشركة القيمة الإسمية للسهم 10 ريالات، يعني أي شركة يبدأ تأسيسها
يكون الاكتتاب فيها القيمة الاسمية لشراء السهم تكون 10 ريالات، لا يجوز ان تقل عن ذلك، لكن يجوز ان تزيد عن 10 ريالات بشرط موافقة الوزير المختص. اذا ده معنى تساوي انه الاسهم متساوية القيمة. بنقول انه لا يجوز ان تصدر الاسهم باقل من قيمتها الاسمية. فائدة السهم أنه يسمح للمساهم بأن يتحصل على أرباح سنوية في الشركة، يعني السهم بيسمح بيكون بموجب المساهم هو واحد من أعضاء الشركة، هذا واحد. ثانيا يمنح المساهم الحق في الحصول على أرباح. ثالثا يسمح للمساهم بحضور اجتماعات الجمعية العامة والمشاركة في مداولاتها. رابعا اذا انقضت الشركة يحق للمساهم ان يطالب بقيمة السهم التي دفعها عند التأسيس، هذه حقوق مالك السهم او فائدة السهم. ايضا السهم بيولد التزامات على صاحبه لانه يتعين عليه ان يدفع قيمته للشركة، هذا واحد. ثانيا يتعين عليه ان يوفي بالالتزامات والتكاليف التي توكل اليه من قبل الشركة. القيمة الاسمية تساوي 10 ريال. السهم قابل للتداول، التداول بمعنى أن صاحب السهم يستطيع أن يتنازل عنه لشخص آخر، هذا معنى التداول. والتداول قد يتم مباشرة عن طريق المناولة أو قد يتم عن طريق انتقال الحق الثابت في السهم، هذا الجانب الآخر. لكن تداول الأسهم عليه بعض القيود، منها قيود نظامية ومنها قيود اتفاقية. مثل القيود النظامية أن مالك السهم المؤسس والشركة لا يحق لهم تداول أسهم التأسيس إلا بعد مضي سنتين ماليتين كاملتين، بعد كل سنة يتم عرض الموازنة العامة بالنسبة للشركة، هذا القيد النظامي. أما القيد الاتفاقي فهذه قيود يتفق عليها الشركاء فيما بينهم، مثلا حق موافقة، يعني إذا أردت أن تتنازل عن سهمك من حقك أنك تبيع السهم لكن لا بد من موافقة أعضاء مجلس الإدارة، هذا شرط، هذا قيد اتفاقي. وأيضا هنالك قيد اتفاقي آخر اللي هو حق الاسترداد، يعني إذا ذهبت وتصرفت في سهمك خارج الشركة يكون من حق الشركاء أن يستردوا هذا السهم. يعني تجي تذكر أن السهم هذا تم شراؤه من شخص بواسطة شخص من خارج الشركة، بعد ذلك الشركة بتمنح أعضائها فترة زمنية محددة، من له الرغبة في شراء هذا السهم يدفع القيمة للمشتري ويسترد السهم في هذه الحالة. هذا ما يتعلق بالقيود النظامية والقيود الاتفاقية اللي هي موجودة أمامنا إحنا الآن، إنه هذه القيود النظامية والقيود الاتفاقية. حقوق مالك السهم هي ذكرناها، الحصول على نصيب من صافي الأرباح، الحصول على نصيب من الموجودات عند تصفية الشركة، حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في المداولات، حق التصرف في السهم، يعني أنت من حقك أنك تبيع سهمك لكن تحت الضوابط، مراقبة أعضاء مجلس الإدارة، أنت كمالك سهم من حقك أنك تراقب أعضاء مجلس الإدارة، من حقك أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة، من حقك أن تطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين. هذه جميعها تعتبر حقوق لمالك السهم، يعني بمجرد أن تمتلك سهم من حقك أن تباشر أي من الأعمال التي ذكرناها، وبالتالي عليك التزامات. أول الالتزامات أن تدفع قيمة السهم، وثانيها أن تباشر الأعمال التي تكلف بها من قبل الشركة في سبيل تحقيق غرضها. الأسهم لها أنواع، تقسم الأسهم من حيث طبيعة الحصة إلى أسهم نقدية وأسهم عينية، بمعنى أن الذي يقدم حصة نقدية في رأس مال الشركة يعطى مقابلها أسهم وتسمى أسهمها أسهم نقدية. أما الذي يقدم حصة عينية مثلا في شكل عقار في رأس مال الشركة يعطى أسهم وأسهمه تسمى أسهم عينية. أيضا لدينا أسهم رأس مال وأسهم تمتع. أسهم التمتع
هي الأسهم التي تم إرجاع قيمتها في حال حياة الشركة. هو مثلا إن الشركة تم تأسيسها واستمرت في العمل مثلا 15 سنوات، حققت نسبة عالية جدا من الأرباح، قررت الشركة أن تقوم بإرجاع نسبة 10% من أسهم الشركاء. يعني أي شريك مساهم في رأس مال الشركة نرجع له قيمة 10% من أسهمه، يعني اللي عنده 10 أسهم نرجع له قيمة السهم، واللي عنده 100 سهم نرجع له 10 أسهم، وهكذا. الأسهم التي تم إرجاع قيمتها حال حياة الشركة نسميها أسهم تمتع. أما الأسهم التي ما زالت قيمتها باقية في رأس مال الشركة تسمى أسهم رأس المال. أيضا لدينا أسهم ممتازة وأسهم عادية. أحيانا الشركة قد تضطر إلى إصدار أسهم خاصة تسمى أسهم ممتازة، وفقا لشروط وضوابط محددة بقرار من الجمعية العامة الغير عادية. هذه الأسهم الممتازة قد تمنح أصحابها الأولوية في الحصول على الربح عند نهاية عام الشركة، وقد تمنح أصحابها نسبة عالية من الأرباح. أما الأسهم العادية فهي التي يتساوى حملتها في الحقوق والواجبات. النوع الثاني من أنواع الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة أدوات الدين والصكوك التمويلية. أدوات الدين هي أدوات تصدرها شركات المساهمة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية للحصول على تمويل من جهات ممولة. النظام اشترط مراعاة الأحكام الشرعية في صدور هذه الأدوات. وأهم خصائص هذه الأدوات اللي هي عبارة عن صك، بموجب الشركة تأخذ فلوس من جهات ممولة وتعطيهم صك يثبت فيه أن لهم في ذمة الشركة مبلغ مالي محدد سوف يتم إرجاعه في فترة زمنية محددة. من أهم خصائصه أنها متساوية القيمة وأنها قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة، ولا بد أن يتم إصدارها بواسطة قرار من الجمعية العامة الغير عادية للشركة، هذا شرط أساسي. الصكوك التمويلية هي صكوك بيتم إصدارها من الشركات لتمويل مشروعات تعمل بجانب الشركة الأم. وصاحب الصك يعني يجوز الشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم. يعني خلاص أنت عندك صك تمويلي، هذا الصك التمويلي بيعتبر هو مال شائع في المشروع. يجوز أن نحول الصك التمويلي أو أداة الدين إلى سهم، لكن بشرطين. الشرط الأول أنه في حالة عند لحظة صدور أداة الدين أو الصك التمويلي يجب أن يشار على أن هذا الصك التمويلي قابل للتحويل إلى سهم، هذا الجزء الأول. الشرط الثاني يجب أن يوافق حامل الصك التمويلي على تحويله إلى سهم. إذن دين شرطين، أنه يجوز تحويل الصكوك التمويلية إلى أسهم بشرطين أساسيين. الشرط الأول عندما أصدرنا الصك التمويلي يجب أن يتضمن شروط إصداره أنه قابل للتحويل لسهم. والشرط الثاني أن يوافق حامل الصك التمويلي إلى تحويله لسهم. إذا توافر هذان الشرطان يجوز أن يتم تحويل الصك التمويلي إلى سهم. الجزئية الأخيرة في شركة المساهمة هي انقضاء الشركة. تنقضي شركة المساهمة بأسباب الانقضاء العامة فقط، لأنها من شركات الأموال. وأسباب الانقضاء العامة لعلنا نذكرها، اللي هي انتهاء المدة وتحقق القرض واتفاق الشركاء على حل الشركة وهلاك رأس مال الشركة واندماج الشركة وصدور قرار قضائي بحل الشركة هذه هي أسباب الانقضاء العامة
للشركات جميعها المجتمعة في نظام 1437. لكن نقول أن الشركة المساهمة لا تنقضي بأي سبب من أسباب انقضاء شركات الأشخاص. أيضا تنقضي الشركة إذا آلت جميع أسهم الشركة إلى مساهم واحد لا تتوفر فيه الشروط الواردة في شركة الشخص الواحد، واللي هي دي واحدة من أسباب الانقضاء العامة، إنه إذا اجتمعت أسهم الشركة في يد واحد من الشركاء هذا الشريك لا تتوافر فيه شروط شركة الشخص الواحد تنقضي. السبب الثالث للانقضاء أن الشركة تنقضي إذا خسرت نصف رأس مالها. يعني شركة في نهاية العام المالي عندما تم جرد أعمال الشركة اتضح على أن 50% من رأس مال الشركة غد فقدته الشركة بالخسارة. في هذه الحالة يتعين على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد خلال 45 يوم. أبدا يا جماعة، أسباب الانقضاء الخاصة اللي هي الوفاة والحجر والإعسار وغيرها والانسحاب، هذه لا تنقضي بها شركات المساهمة، لأن هذه أسباب انقضاء خاصة تنقضي بها شركات الأشخاص فقط، مثل شركة التضامن والتوصية البسيطة وشركة المحاصصة. أما هذه تنقضي بأسباب الانقضاء العام. خلونا في السبب الأخير الثالث اللي هو إذا بلغت خسائر الشركة 50% يتعين على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد. وإذا نجحت الجمعية في أن تنعقد خلال 45 يوم تنظر في أمر الخسارة التي تعرض لها رأس المال. إذا نجحت في أن تعالج خسارة رأس المال تستمر الشركة، وإذا فشلت في معالجة الخسارة تنقضي الشركة، وإذا لم تنجح الجمعية للانعقاد خلال 45 يوم أيضا تنقضي الشركة بقوة القانون. طيب هذه هي الجزئية المتعلقة بشركة المساهمة. تبقت لنا جزئية بسيطة وهي متعلقة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة وعدد من المصطلحات القانونية. فنحن الناس بتكون مرتبطة بالزمن كمان، برضو دارين نفرد محاضرة كاملة نحن للمراجعة. لا، اختصاصات الجمعية العامة الغير عادية ذكرناها يا جماعة، قلنا أن الجمعية العامة الغير عادية أهم اختصاص لها أنها تختص بتعديل نظام الشركة. وتعديل نظام الشركة ذكرت أنه يجب أن لا يكون فيه إضافة أعباء جديدة للمساهمين. الأسهم العينية والنقدية هي تقسيم وفقا لطبيعة الحصة. يعني إذا كانت الحصة نقدية كاش تعطى مقابلها أسهم وتسمى أسهم نقدية، وإذا كانت الحصة عينية مثل العقارات تعطى مقابلها حصة، وهذه الحصة تسمى حصة عينية. التفليسة اللي هي بتعني انه التاجر اذا عجز عن سداد ديونه التجارية المستحقة من حقه ان يعلن افلاسه، وبيعلن افلاسه وفقا لاجراءات قضائية محددة، وبعد ذلك بيتم تعيين شخص من قبل القضاء بيسمى أمين التفليس، هو بيقوم بإجراءات إعلان الإفلاس بالنسبة للتاجر.
نحن الآن بنتوقف عند هذه المحاضرة، خلونا المحاضرات القادمة نخلص فيها هذه الجزئية ونخصص محاضرة كاملة بالنسبة للمراجعة بإذن الله، يعني تبقى الجزئية بسيطة اللي هي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. إن شاء الله تخلص والناس تعدي بسلام من غير أي توتر إلى أن نفتح.